السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، وهذه المرة تعاون بين صديقاتي مريم بركات وشيوة جميلة. فغادي نقدم لكم ثلاثة ديال الأشكال بالطبع ديال الشهدة. فأنا غادي نقدم لكم حلوة الشهدة على شكل قلب باللوز بالكراميل وأيضا بالبرتقال، يعني تجانس ديال المذاقات رائع جدا. صديقتي مريم بركات غتقدم لكم حلوة الشهدة بالعسل، وصديقتي جميلة غادي تقدمها لكم بالتمر والكركاع والزنجلان، فكيجيو رائعين جدا ولذاذ. وبالنسبة للوصفة ديال صديقاتي غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. أول مرة كتزوروا قناتي كويزين أم نضال، ضغطوا على سبسكرايب صابوني أو الاشتراك باش تنضموا للقناة، وأيضا فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد. وايضا يعني في اخر الفيديو غادي نخلي لكم واحد الخبر اولا مفاجاه يعني اللي غادي تكون جديده في القناه. كنحتاجوا 50 غرام ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، كنضيفوا عليها جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، فهنا نخلطهم. درت معلقه ديال الكاسونات ومعلقه ديال السكر سنيده العاديه، قشره ديال برتقاله اولا ليمونه، كنخلطوا هاد المكونات مزيان، نضيفوا رشه ديال الملح، كنضيفو 200 غرام ديال بودرة اللوز، كنضيفو 200 غرام ديال الدقيق، فأنا هنا مستعملة الدقيق لي بالحبيبات ديال الكراميل، كما كتشوفو فيه يعني دقيق وفيه الحبيبات ديال أولا قطع ديال الكراميل. بالنسبة لهاد النوع ديال الدقيق فهو كيتباع بحال هكا بهاد الحبيبات، فبالنسبة لي ما كتوفرش عليه فغادي ديرو الدقيق العادي، ضيفو ليه معلقة ديال الكراميل باش تعطيو داك اللوغو ديال الكراميل. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه غادي ننزل لكم يعني هاد، غادي نوريكم هاد الدقيق، غادي نوريكم يعني فيه انواع اخرى ماشي غير هذا اللي كاين، ايضا عاد من غناخذوه كيفاش كنستعملوه، ويعني الوصفات اللي نقدروا ندخلوهم فيه. فكما قلت لكم هادشي كله غادي يكون في اخر الفيديو، يعني غادي تشوفوا شنو المفاجاه اللي غتكون ان شاء الله. ما كنجمعوا الخليط ديالنا بعصير ديال البرتقال، فهنا انا خدالي تقريبا 4 كاس ديال عصير البرتقال. العجين ديالنا بعد ما جمعناه كنطلقوا العجين ديالنا مزيان، وكناخذوا القطاعه يعني على شكل الشهده وفي نفس الوقت بشكل قلب، فكنمروا الطابع ديالنا في الدقيق، يعني كنمروه في الدقيق مزيان باش يعني بسهوله نزولوا العجين منه. فهنا يا اما كنقطعوا وكتبقى لينا يعني في الطاوله ديالنا، او لا لصقات في الطابع، ففقط كناخذوا سكين او لا سباتول اللي كيكون عندها راس رقيق وكندخلوها غير في الجوانب، كنبداو ندفعو وكتنزل لينا بسهوله بهذه الطريقه حتى كنكملو العجين ديالنا كامل. كنصفو الحليوات ديالنا في انيه ديال الفرن وكندخلوهم في الفران حتى كيطيبو وكيتحمروا. فصراحه هاد الحلوه وحنا كنطلقوها وايضا فاش كنكونوا كنطيبوها فكتعطينا يعني كنشم واحد الرائحه مميزه جدا، يعني داك الريحه ديال الكراميل مع البرتقال رائعه جدا. بالنسبه للتزيين ديال هاد الحلوات ديالنا اولا هاد الحلوه الشهده على شكل قلب ديالنا، فانا اختاريت ان نزين بعق ديال الحلوه هذا الرقيق، فخديته هنا بالبيض والاصفر والاسود، ايضا نزين بهاد الحبيبات اولا هاد لي كوبو دو شوكولا، وايضا بهادو اللي بنكهه ديال البرتقال. فانا اختاريت انني نمشي بهاد هاد الشوكولا ديال نكهه البرتقال باش نبقاو في البرتقال اللي في الحلوه ديالنا، وايضا هاد الشوكولا لي كوبو لي بالالوان ففيها اللون لي بحال الكراميل، باش كما قلت لكم نبقاو دائما في الاشياء اللي حنا خدمنا في الحلوه ديالنا. كناخد الناباج وكندوزو كنمرو في الجوانب ديال الحلوه ديالنا، ثم كندوزوها في العقيق، فكنديرو الناباج باش العقيق كيلصق لينا. كناخد الناباج دائما كنحط واحد شويه في الجنب ديال القلب وكنزين بالشوكولا على هذا الشكل، كنحط واحد شويه ديال الشوكولا فوق هذاك الناباج، وهكذا كنحصلوا على الحليوه ديالنا بهذا الشكل. يعني التزيين كيبقى اختياري، ممكن انكم تخليهم كما هما فكيجيو رائعين جدا، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. اذا هذا الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا، كما كتشوفوا فكتجي على هذا الشكل، كتجي رائع جدا، مذاق مميز يعني داك التجانس ديال اللوز الكراميل والبرتقال رائع جدا، كتجي ايضا مقرمشه في نفس الوقت معلكه من الداخل، يعني الكراميل كتعطيه تعليكه من الداخل. فنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، ولا عجبكم فيديو ما تنساوش لايك تعليق اشتراك في القناه، وايضا المزيد من الوصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisineomnidal.ma، وما تنساوش انضموا لصفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات أم نضال سواء بالعربيه ولا الفرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبالصحه والراحه.
المفاجأة اللي كنت هضرت لكم عليها في اول فيديو فكانت هي بوفي ديال عيد الميلاد. عيد الميلاد اللي كنت حضرته لوليداتي بجوج نضال وزياد في يعني الشهر اللي قبل من رمضان. فكنت يعني درت تحضيرات من الاول، يعني كيفاش يعني شنو تقديت، فين تقديت، الاشياء اللي كنحتاجو، كيفاش نحضروا البوفي ديالنا يعني من أ حتى زاد، يعني شنو اللي نسبقو شنو اللي غنخليو حتى يعني الايام الاخيره. فايضا كانوا عندي بوفيات وحدين اخرين، كان عندي بوفي بلاغين دانيش وكان بوفي ديال رضيع اللي عنده عام، يعني الكاطو اللي كنت حضرت ليه. فهادو فيديوهات اللي متوفره عندي ان شاء الله من بعد رمضان غادي ننزلهم لكم. فإلى عجبتكم الفكره فخليوا لي في التعليقات الى يعني كانت تهمكم هاد الافكار، يعني مباشره من بعد عيد ننزلهم لكم. وهنا يعني في هاد الفيديوهات غادي نهضر لكم على الدقيق اللي انا استعملت في هاد الوصفه اللي هو دقيق الكراميل، وكانت هذه هي المفاجاه. نتمنى انها تعجبكم ونخليكم مع هاد الصور.